حملة انتخابية مبكرة أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد أن هاجمت ميليشياته بأسلحة نارية وأخرى بيضاء وعصي وهراوات ساحة اعتصام الحبوب في الناصرية، وقتلوا 7 من المعتصمين وجرحوا أكثر من 85 آخرين. لم تكتفي الميليشيات بذلك، بل قامت بإحراق خيم الاعتصام متحدية إعلان السلطات حظر التجول في المحافظة بعد دعوة أطلقها المقرب من الصدر محمد صالح العراقي، الذي اعترف بشكل واضح وسافر عن مسؤولية أنصاره عن قتل المتظاهرين، مؤكدا أن عشاق آل الصدر قد أثبتوا انضباطهم تجاه من سماهم الجوكرية الذين تعاملوا وفق أجندات خارجية مشبوهة بحسب تعبيره. كما وجه صالح العراقي تهديده إلى الحكومة الحالية قائلا: إن لم تستطع الدولة حماية ذي قار فإن للعراق جنوده. ردة الفعل الحكومية جاءت نسخة طبق الأصل لما اعتادت أن تفعله بعد كل مجزرة: تشكيل لجنة للتحقيق وإقالة قائد شرطة محافظة ذي قار حازم الوائلي من منصبه، على الرغم من التسجيلات المصورة التي أظهرت ميليشيات الصدر وهي تتوجه بأسلحتها إلى ساحة الحبوب، فيما أظهرت مقاطع أخرى محاولة تلك الميليشيات اقتحام مستشفى بالناصرية لاختطاف المتظاهرين وتطويق دورية للشرطة، بينما أظهر مقطع آخر أحد عناصر ميليشيات الصدر يؤكد فيه تدمير ساحة الحبوب ثأرا لمحمد الصدر. ثقافة القتل والثأر لم تبرح مخيلة أحزاب العملية السياسية الفاسدة وميليشياتها الدموية، فمقتدى الصدر الذي حشد أنصاره استعدادا للانتخابات حتى قبل 6 أشهر من إجرائها ضحى ب7 أرواح بريئة على مذبح سعيه للاستحواذ على رئاسة الحكومة في بلاد تحولت إلى كومة خراب، ويريد هؤلاء أن يحكموها متسلقين على جماجم المتظاهرين السلميين.